بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا، أبنائي الشباب، شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. كنا في حلقة السابقة قد تناولنا نفقة الصغار، ومن الحلقة التي تسبقها نفقة الزوجية، وبدأنا في سلسلة من حلقات الأسرة لكي نؤكد على أن المحاماة ليس بها تخصص، ولابد المحامي أن يعمل في كل المجالات، كما ذكرنا في بداية حلقاتنا في أبناء الرداء الأسود. ونتحدث اليوم عن دعوة من الدعاوى الخفيفة في دعاوى الأسرة، وهي دعوة نفقة الأقارب. في قبل مشرح الدعوة نفقة الأقارب، أنا أحب أقول نبذة صغيرة عن دعوة الأسرة. عايز أقول إن الصحيفة إذا كان في صحيفة الأسرة من الجائز إنه يرفعها صاحب الشأن بنفسه بدون توقيع محامي في محكمة أول درجة، وإن دعوة النفقات في كل مراحل التقاضي بلا رسوم، ولكن طبعا إذا أقامها المحامي لها رسوم وضريبة ومصاريف كتير وأتعاب محاماة غير ما يكون المواطن بنفسه. وفي أثناء تداول الدعوة أو قبل كمان قبل ما ترفع الدعوة وانت بتلجأ لمكتب تسوية الأسرة، لابد مكتب التسوية أنه يخلص التسوية في مدة 15 يوم ويديك شهادة التسوية اللي ترفع بها الدعوة، أي دعوة في الأسرة. أنا بتكلم بصفة عامة في دعاوى الأسرة، ولكن المحكمة بصفة عامة في كل دعوى الأسرة لها أن تنتدب أخصائي الاجتماعي وتمنحه أجل لتقديم تقرير في الدعوة، بيقابل الطرفين وياخد أقوالهم ويسمع منهم ويشوف إيه الموضوع ويشوف إيه الحل من وجهة نظره أو خبرته في هذا المجال كأخصائي اجتماعي، وبيكتب تقرير يقدمه المحكمة كي تستهدي على ضوء التقرير وتاخد قرار فيه. ولكن في نقطة مهمة، إذا لزم الأمر وهناك أسرار بين طرفي الدعوة أمام المحكمة، فمن حق المحكمة بل ويجب على المحكمة أن تكون الجلسة سرية في غرفة المشورة حفاظا على أسرار أسرية لا يجب فتحها في الجلسة العلنية. كمان الدعوة ترفع في دعوة الأسرة بترفع حسب قانون الأهلية وتوافرها، يعني المدعية الزوجة بترفع الدعوة بشخصها. نفرض ان المدعية الزوجة كانت غير كاملة الأهلية، فالوالي الطبيعي عليها أو الوصي عليها بيقوم مقامها وبيرفع الدعوة بصفته عليها، يعني بيقول أنا فلان الفلاني بصفتي ولي طبيعي على فلانة الفلانية، أو أنا الوصي بصفتي كذا، بيحل محلها. دي حاجات بسيطة كده حبيت أن أنا أوضحها بخصوص الأهمية بتاع رفع الدعوة في تكوين شكلها قبل رفعها. نبدأ في نفقة الأقارب ونتكلم عن نفقة الأقارب، مين اللي ياخد النفقة ومين يستحقها ويرفعها على مين ومين اللي يرفعها. هي في البداية كده من اسمها ومفهومها معروف، نفقة أقارب يعني بترفع بصفة القرابة. ازاي؟ هي في الصورة الغالبة في المحاكم بترفع من الأب والأم على الأبناء إذا كان الأب والأم غير مقتدرين أو مقتدرين وطلبوا من الأبناء مصاريف أو زيادة في المصاريف أو تكاليف علاج أو أي من هذا القبيل، وكان لديهم ابن عاق ولا يستجب إلى الإنفاق على والديه، فمن حقهم إقامة دعوة نفقة أقارب ضده وطلب الحكم عليه بفرض نفقة لوالديه. ده في حالة ودي الصورة الأغلب أمام المحاكم في نفقة الأقارب، ولكن هناك صور عديدة في نفقة الأقارب. نفرض إن زوجة توفى زوجها وترقى هي وأبنائها، ومصدر الدخل بتاعها لا يكفي لمصاريف الأبناء، من حقها تقيم الدعوة ضد عموم الأبناء أو ضد باقي الأهلهم. يعني الأمور في دعوة نفقة الأقارب ترتبط كلها بإيه؟
بالحالة اللي بيكون بيها الدخل للأقارب غير كافي وبيطلبوا فرض نفع على أقاربهم لكي يعيشوا عيشة محترمة قوية. زي ما قلت زي نفقة الأب والأم، ولكن نفقة الأب والأم مميزة في القانون إيه؟ يعني تجب على الأبناء نفقة للأب والأم حتى ولو كان الأب والأم أغنى من الأبناء. ما دي مفارقات بقى اللي بنقولها، يعني مش شرط يكونوا بيشحتوا أو بيتسولوا أو دخلهم مش كافي، لا ده الأب والأم بالذات تجب النفقة لهم على الأبناء حتى ولو كان الأب والأم أغنى وأرقى من الأبناء، تجب نفقة لهم على الأبناء أيضا. ولكن يعني هي معايير والناحية القانونية، وإن كانت لا تستقيم من الناحية الإنسانية والاجتماعية، ولكن هي معايير قانونية لإنصاف الأب والأم، إن بعد عذاب السنين وطول الوقت في تربية أبنائهم والسهر عليهم ويبقى عندهم جحود وجمود في المعاملة مع آبائهم، هو القانون فرضها عليهم كده. حتى لما تيجي في قضايا الجنح، لما يكون في ابن تعدى على أبوه أو على أمه وراح اتعمل له محضر وتعملت له جنحة قدام محكمة الجنح، تتعمد المحكمة حبسه من باب التأديب على عقوقه لأبوه وأمه، حتى لو الأب والأم تنازلوا كمان بتحبسه المحكمة من باب الأدب، بتدي له عقوبة تأديب على أنه عاقل والدي الأب والأم. فنفقة الأقارب أهميتها في الصورة دي، ولكن إذا كان في صور أخرى من صور العجز في الإنفاق والاحتياج إلى نفقة من الأقارب كابن عاجز أو ابن مريض أو واحد مريض وما عندوش أي مصدر إنفاق وبيرفع الدعوة ضد شقيقه يطالبوا بنفقة الأقارب لأن هو عاجز ومريض وما عندوش أي قدرة على الإنفاق. صور كتيرة من صور نفقة الأقارب تبناها القانون حماية وحفاظ على الأسر والعلاقات الأسرية والاجتماعية من الشقاق. كذلك هناك الصورة العامة اللي أنا قلت عليها بتاع صورة النفقة للأب والأم، هي أقوى الصور في المحاكم، والقانون فرضها فرض تام زي ما انا قلت كده بالصورة القوية بتاعتها، حتى لو هما كانوا اغنى منه واكثر ثراء منه. طيب قضية النفقة ليس لها مدة سقوط وليس لحكمها مدة سقوط، ليه؟ هي دعوة مفتوحة الى ما لا نهاية لانها مرتبطة بالاحتياج، مش مرتبطة لا بمعاد ولا بمعاد خروج زي نفقة الزوجية ولا إثبات تاريخ الخروج زي نفقة الزوجية. هي دعوة مرتبطة باحتياج الشخص اللي رفع الدعوة على الأقاربه المدعى عليهم، دعوة احتياجه للإنفاق وقت ما هو محتاج، ولذلك بيصدر الحكم فيها من تاريخ رفع الدعوة، ملوش تاريخ خروج ولا تاريخ يثبت فيه ان هو ما نفقوش، لا هي على طول، ما يصدرش الحكم الا غير من تاريخ رفع الدعوة، وهو التاريخ اللي تتأكد فيه المحكمة من عدم قدرته على الانفاق واحتياجه الى نفقة الاقارب للانفاق والعيش عيشة كريمة. يبقى مفيش مدة سقوط، وقت ما يحب يرفعها المدعي بيرفعها، اللي هو وقت بيعتبر وقت احتياجه للنفقة، وعشان كده زي ما قلت بتحسب المحكمة النفقة من تاريخ رفع الدعوة. وبتكون الدعوة فيها في أي صورة وإحداثيات من اللي احنا قلناها، والصورة بتاعتها في صحيفة الدعوة هي نفس صورة صحف الدعاوى، نفقة الزوجية اللي قلناها ونفقة الصغار قلناها، ولكن الخلاف في دي في مسماها دعوة نفقة أقارب. بيكتب المدعي اللي بيرفع الدعوة اسمه وعنوانه التفاصيل الدباجة اللي بنقولها في الدعوة ضد، وأعلنت بالآتي اللي هو قريبه بقى اللي بيرفع عليه الدعوة، أنا المحضر فلان الفلاني قد انتقلت في التاريخ علاء إلى محل إقامة فلان الفلاني المقيم بناحية كذا، وأعلنته بالآتي، بيكتب في الموضوع إن أنا فلان الفلاني عاجز عن الإنفاق وأحتاج إلى نفقة للمعيشة الكريمة، وليس لي أي مصدر دخل وليس لي أي شخص يستطيع الإنفاق علي غير المدعى عليه. يعني بيحدد علاقته إيه بالمدعى عليه، ابن عمه أخوه يعني أبوه، بيحدد علاقته إيه بالمدعى عليه وإيه سبب إنه يطلب منه الإنفاق،
وهل هو صاحب حق في الكلام ده ولا مش صاحب حق، والأدلة والأسانيد اللي تسند موقفه، وإذا كان هناك مستندات كمان تثبت علاقته بيقدمها في حافظة مستندات مرفقة بصحيفة الدعوة. وزي بقولنا في كل الصور إن هو بيكتب الصحيفة وبيروح للبشكاتب أو رئيس الألم الشرعي في المحكمة، محكمة الأسرة، وبيقدم الصحيفة عشان خاطر يعمل ايه، يقدر له عليها الرسم ويروح يدفعه في خزنة، في الخزنة المحكمة، ويرجع تاني لألم الجدول بتاع محكمة الأسرة يحدد جلسة ويأيدها بالجدول، وبيستلم الصحيفة ويختمها من البشكاتب ختم النسر شعار الجمهورية، ويروح للمحضرين يعلن الصحيفة للطرف التاني، والمحضرين بيقول له تعالى بعد يوم ولا يومين استلم الصحيفة تكون اعلنت، يروح يستلمها تاني من المحضرين وتبقى اصل الصحيفة معاه عشان يقدمها للمحكمة في يوم المحدد لنظر الدعوة. ده اذا كان هو يستلم صحيفة ويعلنها، واذا كان جدول المحكمة هو اللي هيعلنها فبتعود للجدول مرة اخرى، ما بيلفش لفة المحضرين دي، ولكن ويوم لازم يتابع الكلام ده كله ويرفي بحفظ المستندات شهادة الميلاد، او بيطلب من المحكمة التصريح بقيد عائلي، او يجيبه هو قيد عائلي اذا استطاع عشان يحدد درجة القرابة وصفة وعلاقته بالشخص اللي بيرفع عليه الدعوة، مش عشوائي ولا اي حد يجي يرفع على اي حد قضية من غير اي سبب ويقول له انفق عليا وعلى عيالي حتى لو كان عاجز. لازم يكون هناك درجة قرابة تستحق الانفاق، ويتأكد المحكمة من لابد من فرض نفقة على المدعي عليه لصالح المدعي اللي هو العاجز على الانفاق، على قريبه المدعي عليه اللي هو بيتمتع بقدر من اليسار والقدرة على الانفاق عليه وعلى اسرته وعلى اسرة قريبه العاجز. وقلنا في اول الحلقة زي ما قلت ان في كل الاحوال، في كل الاحوال او الصورة الاعم الاغلب في المحاكم، هي ان بتقام الدعوة من الاب والام ضد الابناء في حالة عقوق الابناء على والديهم بعدم الانفاق، وتقام الدعوة في هذه الحالة حتى ولو كان المدعين اللي هم الوالدين على قدر من اليسار أكثر من الأبناء. ولكن هناك صورة أحيانا بيفتعل الوالدين هذه الدعوة لخدمة أبنائهم، وذلك للتدليل على أن يشتركوا في النفقة مع زوجات أبنائهم إذا كان في هناك نزاع في على نفقة زوجية أو أي شيء من هذا القبيل، وأقامت الزوجة دعوة نفقة ضد زوجها اللي هو ابنهم، فهم بيرفعوا دعوة نفقة تقارب على ابنهم عشان يشاركوا الزوجة في مقدار النفقة اللي المفروض تاخده كدعوة كيدية. وفي الغالب بتبقى المحكمة طبعا فاطنة لهذا الأمر ولا تعول عليه في بعض الأحيان، أو إن أعطت قدر من النفقة لهم وهي عارفة بعد التحري عن الدخل وبعد التحري عن الأسرة والكلام ده كله، المفروض الخصم بيطرحه أو المدعي ليه بيطرحه أو بيدفع بيه وبيطلب التحري عن دخل المدعين ودخل المدعي عليه، وهل المدعين يستحقوا انفاق عليهم من المدعي عليه ولا هي مجرد دعوة كيدية للتقليل من نفقة الزوجة اللي مرفوعة على نجلهم المدعي عليه. كل دي أمور وحيثيات وهي مش متشابكة ولا حاجة، هي بأبسط الأمور محتاجة اللي احنا دايما نقول عليه ونحط تحتيه خط احمر، لازم نفهم، يعني لازم ناخد بالنا من الامور السطحية اللي هي الكيديات في الدعاوى للنيل من الخصم في دعاوى اخرى، لازم نفهمها ونبقى على دراية ووعي بهذه الدعوى. وبكده انا اعتقد ان دعوى نفقة الاقارب يعني من مسماها كده هي اللي تمتد الى غير الاقارب، واعتقد ان هذه الدعوة لا تحتاج منا الكثير او تضيع الوقت، ولكن هي احنا بنأكد على ان لابد فيها من وجود مستند الصفة اللي يثبت علاقة المدعي بالمدعي عليه، واذا كان حسن النية وفعلا في صورة الاب والام اللي بيطلبوا من ابنائهم الانفاق يقدم القيد العائلي او المستند اللي يثبت، واذا كان لديهم مرض او لديهم صورة من صور العجز او صور الاحتياج للانفاق من ابنائهم
يقدموها أيضا للمحكمة كإثبات لحسن النية في تحريك دعواهم، ولهم الحق الإنفاق من أبنائهم عليهم حتى لو كانوا هم أثرياء أكتر من أبنائهم. ده شرعا وقانونا، احنا مش بنألف. انا اعتقد ان كده نكون قد انهينا دعوة نفعت الاقارب، وان شاء الله الى اللقاء في دعوة اخرى من دعاوى الاسرة، والى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.